ده كلام مهم جدا يا استاذ صفاء. حضرتك الكلام اللي حضرتك قلتيه ده كلام مهم جدا وصح، اللي انت بتقوليه ده صحيح 100% بلا اي تراجع ولا اختلاف تماما. صح، رئيس الجمهوريه دي وظيفه ومفيش آلهة، والناس كلها لازم تتحاسب، والحساب يجب ان يكون لكل موظف عمومي في هذه البلد، والحساب يجب ان يذهب فورا لحضراتكم والناس اللي معذباكم في ماسبيرو ما دفعتش الفلوس اللي ليكوا ليه. الحساب يطرح من اول قمة الهرم الى اقل موظف عمومي بيقدم خدمات للناس، وهو الدستور بيقول كده فعلا. بس ليه يا استاذ احمد الكلام ده ما بيطبقش؟ لا، انت عندك نظام بيدوس الدستور ويدوس القانون، هو نظام عسكري بيعتبر نفسه انا الحكومه وانا الدستور وانا القانون. انما الاستاذ صفاء قالت ان مصر مش حزبه، وان دايما الحاكم هو خادم عند الشعب، ودي على فكره مفاهيم ممتازه جدا، مفاهيم لابد ان احنا على فكره نقف عندها، لان هذا ما نريد ان نقننه عند الجميع. الحاكم ليس اله، ولا ومصر ليست حزبه، وفي نفس الوقت هو خادم للشعب. وايضا الاستاذ صفاء بتكلمنا على ان احنا مش هنسيب حقنا كاعلاميين، وايضا بتقول ان ماسبيرو ده امن دوله. يعني انتوا عارفين طبعا في اي انقلاب عسكري اول حاجه يعملوها بيروحوا لاذاعه التلفزيون، ويتم الرئيس سادات على فكره بعد 52 لما راح القى البيان. فهي بالنسبه طبعا لماسبيرو ده فعلا يعني جهاز امن قومي وجهاز امن دوله، فلما يتعامل فيه كده فلا امن ولا دوله.